ضيفتي الرسمه لليوم معنا مشكور الدكتور معاذ العلمي الاخصائي في امراض النساء وفي اخصائي كذلك في التوليد ورئيس المنظمه المغربيه لاطباء بلا حدود بتمارة. دكتور معاذ صباح الخير ومرحبا بك معنا. صباح الخير عليك استاذ حنان, صباح المستمعين والطاقم الاذاعي جميع المغاربة إن شاء الله. شكرا لك. موضوعنا اليوم دكتور معاذ هو تأخر الحمل وأسباب تأخر الحمل اللي بغينا نتعرف عليها معك. هذا تأخر الحمل بالتالي الإنجاب عند المرأة بالخصوص عند الرجل كذلك اللي كتكون ربما الأسباب مختلفة, كين منها ربما التقدم في العمر, اضطراب التبويض, ضعف الحيوانات المنوية, وغادي نتعرفوا على الأسباب الأخرى أكثر معك دكتور معاذ العلمي. إذن بسم الله الرحمن الرحيم, هذا موضوع يعني جد مهم وجد شائع. إذن كما قلت من الأسباب اللي تلقى وأول أسباب هو الزواج متأخر عند الرجل عند المرأة بحكم الظروف الاقتصادية والاجتماعية دابا, والحمد لله تتقرا وخصها تشتغل وتحقق ذاتها, يعني تتزوج في واحد السن يعني بين 30 تتكون واجبة طوموبيلتين دي طوموداري عاد تزوج. إذن هنايا لاحظنا بأنه الرجال كذلك يعني كاين تأخر. إذا تزوج السيدة في هذاك السن تتقول لك ودي السن ديال واحد مدة واحد العامين أو ثلاث سنين عاد يمكن لي نحمل, هنايا تطيح ديك 33 34 عام. تعرفوا بأن التبويض هنايا كل ما السيدات خاصة بالنسبة للسيدات كل ما زادت السنوات كل ما الفرصة تتقلل. هذا من بين العوامل. بالنسبة للرجال, بالنسبة للرجال المشكل ديالهم عاوتاني حتى هما تأخر في الزواج, وحتى من عدم يعني الأمراض اللي تتأخر بزاف الأمراض المتناقلة جنسيا وما تتعالج بصفة عشوائية ماشي عند اختصاصيين. بحيث الصيدليات يقولوا أعطيني شي كلى ولا شي حاجة, إذا هنايا تتأثر على الحيوانات المنوية. دونك هادو من الاسباب اللي تلقاوهم اكثريه تيجي عندنا ان كوبل باغي وليدات. يعني حاجه السمنه, لاحظنا بان رجعت واحد الظاهره كثيره يعني في المجتمع ديالنا. السمنه طبعا الانسان كما قلنا دائما داك الطقوس الشغل ديالو خصو ياكل في الزنقه, دونك هذيك المواد ديك الاكلات السريعه والوجبات السريعه تكون فيها دهنيات وملوحات وهذا حتى هي هذا المشكل هذا. إذا قلة غيابة طبعا تنقولوا بأن حتى التدخين بالنسبة للسيدات لا بالنسبة للرجال حتى هو عنده واحد تأثير بشكل مباشر, خاصة الرجال تنقولوا لما تنعملوش الحملة التشخيصية ضد التدخين تهضروا على سرطان رئتين وأمراض القلب والشرايين, ولكن تنقول بالنسبة للرجال يكون يحصل بدينا بالعقم أو الفشل الجنسي هو اللي باش نخلعوه. تمام. لما تتمسوا في هذا الرجولة في هذا المشكلة تتمسوا الرجولة ديالو يقضي يفكر ويقول بارك عليا. دائما تنقول أنا هاد الناس هادو نحاولوا نبداو بهاد غير هاد الأمراض التقليدية اللي معروفة على الصعيد, نهضروا حتى على هاد الأمراض ضعف الحيوانات الجنسية والتشوهات ديالهم ناتج عن كثرة التدخين بجميع أنواعه. نعم, هادو هما يعني مختلف الأسباب تأخر. نعم, ما هي مدة تأخر الحمل الطبيعي يعني إنسان عادي المدة تأخر ديال الحمل ديالو؟ إذا تعرفوا بأن لما تزوج رجل المرأة نعرفوا إلا عاشوا واحد سنتين بدون موانع حامل, يعني الرجل ماشي بحكم الشغل ديالي يكون تيخدم شي منطقة وتيجي خطرة في الشهر أو خطرة في الشهرين, يعني الرجل مع الزوجة ديالو يعني عايشين وكيتدير واحد العلاقة الجنسية على الأقل ثلاثة تخطرات في الأسبوع وما حصلش حمل. تنقول هنا خص الرجل والمرأة يجيو يشوفوا طبيب اختصاصي علاش تأخروا في الحمل. كيف ما كان هنا في كيف ما كان السن ديالهم ربما؟ وشوف أنا دائما تنقول السيد تجي عندي مثلا نقصك فوق 34 سنة فوق 34 سنة يتكلوا الله, لأن علاش تنقول لهم انتم فواحد ماشي يعني ما خصكمش ملي كتجي عندكم واحد الزير تضغطوا عليه ما بغيتش تحمل ما بغيتش تحمل الضغطيه تحملوا لا. تنقول لهم من الاحسن دابا تزوج شوف هذا السن هذا يعني عيشوا حياتكم طبيعيه وفي ديك السنتين راه ماشي ضروري غادي تحمل, ولكن على الاقل الانسان يدير هذا ماشي دوز واحد سنتين او ثلاث سنوات حتى ندير هذا تبقى الانسان تيمني راسو النوع وهذه واحد لان ابتداء من 34 سنه كتولي القضيه شي شويه صعيبه.
طبعا 33 المهم شوف عندكم 32 34 هذه هي ديك تسمى لوغ بيولوجيك بالنسبه للسيدات. دونك تنقول لهم نو حنا راه تزوجنا ولكن عندنا واحد لوبجيكتيف نديروا الدار نديروا هذا، تنقول لهم شوف هذاك هذوك لي زوج ديال الحياه ما سيساليو تماما كنت انتم متزوجين ديروا ولادك انتم زعما تحققوا الاهداف ديالكم الاهداف ديالكم ما يمكنش فهمتيني. دونك هذا من الاسباب اللي تنلقاوها كثيره عند زعما تتعامل مع مشاكل خاصه السيدات في هذا السن هذا تيوقعوا اضطرابات هرمونيه لان في الثلاثينات لهنايا المريض الصوري تيشتغل من 13 سنه هو تيشتغل كل شهر يعني تيوصل ذاك السن ديال 30 37 عام هنا تيبداو هادو تنهضروا على السيدات ما عندهم حتى مشكل اللي ما عندهم حتى مشكل ما عندهم لا تكيوس ما عندهم لا جرات بطرف صحيح ما عندهمش مشاكل يعني تنهضروا على السيدات اللي ما عندهمش مشكل عاد ندوزوا للسيدات اللي تيكون عندهم ديجا مشكل قبل ما يتزوجوا يعني يعني تيكون عندهم مثلا الهرمونات ما مقديش او عندهم مثلا شي مشاكل في التكليسه في المبيض او بعض الكرات الحمراء تيكون في غام او غام وليفيا يعني وتنقوا بان التكليس المبيض راه تنقص تقريبا عند واحد 30 او 35% من السيدات او البنات قبل ما يتزوجوا اذا كتبتعطل تاخر في الزواج يعني تتكون معرضه للامراض السرطانية سرطان الثدي سرطان الرحم وفيبروم او هذا الورم اللي في كل ما تعطات السيده في الزواج ديك سبحان الله ذاك الرحم وذاك الثدي ما بقاش بخدمته يا هو الويل سميتو الحمل او الرضاعه تيكون معرض للاصابه في السرطان اذا الزواج ممكن تبقى عنده واحد المزايا كثيره تلاحظوا بان جداتنا اللي كانوا تيتزوجوا الامهات كانوا على سن 13 14 16 سنه ما كناش نشوفوا الامراض السرطانيه كثيره تنشوفوها دابا لان تاخر على الزواج تيخلي داك تيخلي هذا الجسم هذا ما يقومش بالطبيعه ما تقومش بالشغل ديالها دونك هادو زعما من العوامل اللي تيخليو تاخر الانجاب. نعم اذا كيفاش نعرفوا دكتور معاذ ان هناك مشاكل كتمنع الحمل؟ مشاكل تتمنع الحل بها دابا نعطيك مثال مثلا حتى السيدات مثلا اللي تيتزوجوا مثلا وتتطلق مع حامله تقول انا ما باغيش دابا نحمل غنمشي نعمل اجهاض ارادي طبعا وعاد نحمل هنا عاد تيكون مشكل اخر. انا دابا هنا تنوجه واحد الرساله للسيدات اللي ما تزوجوا وحملوا ما ننصحهمش يديروا الاجهاض الاول. لان الاجهاض الاول من احد الاسباب 90% او 80% اللي تعملوا اتفاقات ديال جدار الرحم يعني تيوقع يعني تتكون لاستيريتي سكوندير تسميوها العقم الثانوي لان ما حملات وحيداته ونتيجه المشيئه ديال الله سبحانه وتعالى عطيك انت واحد الحاجه وقلت لي لا بيان سور مره ثانيه ما غتبغى ما يعطيهكش. دونك عفوا بين السيدات بان الحمل راه ماشي شي حاجه سهله تتحصل تماما ماشي سهله تعرفوا واحد المراحل دقيقه كيفاش تخرج ذاك البو تيخرج ذاك البويضه وتجي ذاك الحيوانات المنويه الملايين كيفاش تبقى ذاك البويضه تعزل ذاك الحيوان المنوي تتعزل الاجمل والانقى وتبقى يدور عليها ويشيد ويا واحد الفيلم رومانسي تيوقع سبحان الله داخل البطن السيدات ما السيدات تحمل فاسيلمون تيقول لك انا غلطت تحمل تنقول لا ما السيدات ماشي غلطت تحمل نعم هذا مكتوب ومكتوب لان باش توصل ذاك التجاوز ديال البويضه مع الحيوان المنوي راه واحد المعجزه ماشي سهله فهمتي وهادو تيعرفوهم الناس المساكين اللي عندهم تيتبعوا الوليدات وعندهم مشاكل. نعم دونك تيبقى هنايا عاوتاني السيدات اللي عندهم الاجهاض لا ارادي بحال دابا السيده تزوجات وحملات المره الاولى وطيحات المره الثانيه وطيحات تنصحهم ملي طيحتي المره الاولى اولا حاولي تتبعي تعرفي الاسباب علاش طيحتي تعملي تحاليل وديري واحد الفتره ديال الراحه ديال 6 اشهر ماشي صافي الشهر الاول الثاني نوض عاوتاني نحمل لان الجسم مازال ما خرجش من ذاك الهرمونات من ذاك التعب ديالو دونك تعطي واحد الراحه وتحاولي تعرفي السبب وثالث حاجه السيدات دابا اللي عندهم مشاكل ما تيجيوش يدوزوا معاهم ممكن ان يكون المشكل من الرجل. شوف انا دائما تنقول للكوبل ديالي تيجي عندي انكوب تجي مع بوحدها ربع عام صافي لا سيدي خصك نشوف كنتي وراجل باش ما نضيعوش الوقت. الوقت تماما راجل بالنسبه لي ساهل تنعمل واحد الكونسلتاسيون ديالو تنعطيو تحليل الحيوان المنوي وانتهى الامر ديك الساعه تنكمل مع الزوجه يا بختها تلقى الطبيب يخدم مع المراه يعطيها تتبع معها يقدلها يتبع معها ستيناس ام وفاريان يبقى معها ولكن المشكل عند الراجل وما تتحملش وتبقى دائما هي المراه في قفص السلم وهذا ماشي صالح ماشي صالح للمراه للراجل يعني تنحاول نعرف المشكل في الاول شنو هو نشوفهم جوج وانا لاحظت سبحان الله العظيم في هذه المشاكل ديال الزواج تيتبعوا تقريبا لاحظت واحد 60 او 70%
تكون مشكل عند غير جمهور أب جوج سبحان الله. نعم نعم أغلبية اللي تيجي عند شي كوب بعض الوليدات مزوجين كثر من بعد 5 سنوات تلقى بجوج عندهم مشكل. تقول لهم شوفوا هاد الوعي تكون بس واحد ما يبقى يتهم الاخر تعذب جوجكم تماما تغلبوا عليه وتلقاو الحل الوسط ديالكم. نعم واش هناك يعني اخطاء اللي ممكن تقدر تاخر الحمل اللي كيرتكبوها الزوجين ربما اللي تاخر الحمل؟ الاخطاء اول حاجه الزواج اللي يجي يتزوج اول حاجه دائما تنصحهم دائما يعملوا واحد اون فيزيت ماشي الوقت اللي تيطلبها للمشاريع الطبيب ما عندك امراض باش تاخذها خصك دير ديريكت فغي فيزيت لانتي للزوج ديالك كيعطي اختصاصي خاصه للرجال. الرجال تتكون عندهم مغامرات كثيره قبل الزواج. نعم باقي السيدات عندهم العفه الحمد لله ولكن زعما تحاول يديروا واحد الكونسلتاسيون افيك هاد التحاليل واش كاين شي جراثيم او كاين شي ميكروبات او تعفنات قبل ما توقع شي علاقه جنسيه في الزواج وتنعالجوا ذاك لو كوبل او رجل على حدا او على حدا. نعم وكم صا تيمشي من تيبداو الزواج ديالهم تيبداو في واحد لا سيو ان تيغان كي يسا يعني ما كايناش شي مشكل اللي تعيق او تاخر الانجاب. هذه المشاكل الاولى اللي تلقاو فهمتي. نعم 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 الحلول بالنسبه للناس اللي عندهم تاخر في الحمل ولا تاخر الانجاب دكتور معاذ واش يعني دابا مع تقدم الطب هناك حلول اخرى جديده ربما؟ الحلول شوف ما كاينش شي حلول زعما ناجحه 100% حتى الاطفال الانابيب ما هي الا 20% من النجاح ديالها وخاصها السيده اصلا تجي حتى هي في واحد السن الا فوق 30 سنه ما تتنجحش هذه العمليه. نعم 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 الحلول دابا بالنسبه كاين الحمد لله الحلول اللي غنقول السيدات بالنسبه للرجال اللي ما باغاش تزوج دابا على الاقل دير واحد الكونسيرفاسيون ديال ليزوفيتي ديال ليزوفيتي ديالها تمشي لواحد لوسونتر تجميد البويضه. نعم وتجميد البويضه وتراجل يمكن اللي يجمد الحيوانات المنويه ديالو وما بقاش دابا التكلفه ديالهم كثيره كثيره. نعم تخليها وفي حالة ما الا تاخرت على الزواج او جاها شي مرض سرطان تعالجت بالشيميو او بالكيميوثيرابي او بالاشعه ولا شي حاجه كونسا تيكون بوايدات نقيه ما بريزونش بداك الشيء. دونك الحمد لله هذا هو نقولوا بان الكوتي بوزيتيف في التقدم ديال الطب في الامور هذه يعني السيدات صبحوا ما بقاش عندهم ذاك المشكل يعني هذا الكونسيرفاسيون هذا ديال التجميد ديال البويضات تجميد ديال الحيوانات هذو هما الحلول الناجعه للانسان تيحطهم صغار الا التبويض سن صغيره ماشي هو التبويض ديال الشريمات ماشي هو ديال الثلاثينات هادشي اللي كاين بالنسبه عاوتاني حتى واحد السيده تيبغيو يحملوا متاخر متاخر يعني دائما تنقول للسيده تفكروا الله يعطيكم الصحه شوفوا هادشي ديال دابا اكثر الازواج تيديروا واحد او جوج تيقول لك ما نزيدش الله يستر العون ولكن تدوز واحد 10 سنين عاد تيبغي دونك هنايا تنطلعوا في مشاكل اخرى. نعم دونك الانسان دائما ولكن في الغالب كنا كنشوفوا بان يعني حتى في الوالدين ديالنا كانوا يعني كان هناك انجاب بدون استعمال لا متتالي وربما متاخر كيكون الابن الخامس ولا الابن الرابع في واحد السن اللي هي متاخره عند المراه كاين اللي ولدوا في الاربعينات مثلا مستصفى الاربعينات يقولوا هذوك الحالات كيجيو هكا سبونطاني ما تيكونوش بروغرامي تماما. تنشوف دابا بزاف السيدات تكون ثلاث وليداتها وزوجاتهم وصلوا واحد السن حمل وتيجيو عندي تقول لك حنا كبرنا وهذا وتنقولوا شنو وصل الحمل وصلت واحد الوقت عطاتو مؤخرا حاولوا تقبلوه وتكملوه وفي الاخر ما تيقتنعوا بالكلام تيجي واحد الوقت تيقول لك دوك الطوطي نشكرك مني خليتينا نحتفظوا بهذا الحمل هذا الحمل مسجد دخل واحد الفرحه واحد الصغور جديد على حياتنا فهمتيني وفرحوا به وذاك المولد الجديد اللي كنا نسينا هذاك ليطاب والزوج حتى هو الحمد لله رجع تيجي للدار بزاف دونك اي حاجه اللي عطاها الله سبحانه وتعالى فيها خير ما يبقاش الانسان يقول لا انا صافي وصلت واحد البلاصه صافي اللي جات من عند الله ما عندها ما نقولوا العدد اللي كتزيد من فرص الاخصاب والحمل دكتور والله شوف اول حاجه الانسان خصها يكون واحد الجسم سليم ثانيا دابا تنكون حتى دابا الضغوطات ديبرسيون اغلب السيدات يعانون من الضغوطات النفسيه تماما على العمل
ترونسبور تدخل البيت تلقى عاوتاني تابعينها المساكن ديال 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 الطارت تيبان فيها مجراها هما اذا تدخل المناطق تدخل في لاباسيون ترجع الله يهديهم ناكل نخدم نمشي نتفرج في الكره ما عندوش الثقافه يدخل يعاون الزوجه ديالو حتى هي تشتغل بحالو ويعاونها في البيت ديالها باش يقسم هذاك الضغوطات اذا هنا لا ديبرسيون كتشبه السيدات عزتو على الاولاد لان كيشوفوا رجعوا تيديروا الخدمه مضوبله خارج البيت داخل البيت لا دونك امور اللي خص الرجال يكون عندهم واحد التوعيه راجل ماشي بالنسبه لراجل ما يدخلش الكوزينه او ما يعاونش الزوجه ديالو بالعكس انا ريستوراسيون كان خيطو فيه التوبه يعني للاسف كيكون حنين على الزوجه ديالو على الظروف اللي يشوف الجانب ديالها بينها كتشتغل خارج البيت دونك ما يمكن يعاونها في البيت داخل البيت دونك اكثر هي لا ديبرسيون دونك هنا دخلوا ليسون في واحد لا ديبرسيون نفس العوان رجعوا تيفكروا تيقول لك احنا ندمنا ملي دخلنا لهاد الخدمه وهذا الشيء لان العبء كثير وحنا بدينا تنعياو دغيا وتيبداو تيبانو بزاف ديال الامراض خاصه امراض الديابيت امراض القلب امراض السكري لان هذا الشيء راه يوميا نعم خاصه السيدات اللي تيشتغلوا في الشركات تيكونوا تيشتغلوا في الشركات وعندهم الوقت ضيق وفهمتي دونك واحد الشريحه كثيره من الكنات الله يخلو بان في المجتمع ديالنا عاد تظهر عليها هذه الغالبه هذه وهي القلق والاكتئاب نظرا للضغوط العيش الصعبه وثانيا تدكز بان حتى الكشوفات الزوجه المراه تدخل في ذاك متاهات الحياه تنسدي واحد الكشوفات كتنسى الكشوفات ديالها تماما تماما نعطي واحد النصيحه بالنسبه للسيدات اللي عندهم في الامهات ديالهم او خالاتهم يعني جيت الام اللي كانت تعرضوا بمرضان سرطان الثدي يعني ضروري يجيو يديروا فحوصات لان عندهم تيكون عندك لي جين عندهم في وراثي دونك ضروري يديروا واحد الفحص عند الدكتور ويديروا خاصه اللي ما تزوجاتش اللي ما رضعاتش البيبي ديالها يعني تمشي تعمل فحوصات دير واحد الفحص ديال الثدي ديالها وعلاش لا الدكتور يطلب لها الا واحد التوصيل ويطلب واحد الماموغرافي يشوف علاش لا فهمتي دونك تكون واحد المواكبه ديال الانسان خاصو يتهاش فيها باش يتجنب هاد الامراض هاد السرطانيه وامراض العنق امراض العنق الرحم دونك تتبقى هاد المشكل ديال الخصوبه نمط الحياه ديال المراه والرجل نمط الحياه اذا كان نمط الحياه مستقر وعادي وما فيهش بزاف ديال المشاكل ما فيهش الامراض التناسليه ما فيهش هاد التدخين ما فيهش يعني نمط الحياه مستقر ما تلقاوش مشكل فيه نعم في اليوم الزواج خصو يكون عاوتاني متقارب في السن الراجل ما يكونش عاوتاني ما تزوجش راجل اللي يكون كبر من نفس السنوات لان عاوتاني تيكون عنده مشاكل هو ديجا في القيمات المعنويه ديالو فهمتيني نعم دونك يكون تقارب في السن ديال الراجل والمراه ما تكونش فايته خمس سنين او عشر سنين يكون فايته ماكسيموم باش تكون واحد واحد المقاربه بيناتهم نعم من هذا دكتور معاذ العلمي الأخصائي في أمراض النساء وفي التوليد رئيس المنظمة المغربية لأطباء بلا حدود بتمارة شكرا جزيلا على التوضيحات وعلى تلبيتك الدعوة إلى فرصة قادمة بحول الله.